الشيخ وفقكم الله، في كثير من البلدان الإسلامية يوجد ويكثر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي وبالأمانة وبالحياة. قرأت كتاب يقول إن جميع الأحاديث التي تصف الحلف بغير الله بأنه شرك ضعيف، فأحدث ذلك ضعيف وهي في البخاري. يا سبحان الله، هذا هو الضعيف نفسه، هذا هو الضعيف، ضعيف عقل وضعيف علم. نعم.